السلام عليكم واهلا بكم ومرحبا بكم. ان شاء الله الفيديو ديالي هادي تلقى خواتاتي كامله مهنيين. دائما مع المواضيع المقترحه من عند حبيباتي المشتركات، ان شاء الله راح نحكيو على المشكل تاع الاخت ونحكيو على هذا الموضوع اللي هو العقوبه. الناس كاع ولات مضروبه على العقوبه والهضره على العقوبه. اليوم ان شاء الله راح نفهموا سي كوا العقوبه وكيفاش نديروا العقوبه وكيفاش نطبقوا المثل اللي يقول اللي ما يقراش الزمان عقوبه يطيح على راسه مكبوب. الاخت ديالنا هذه متزوجه مهنيه ما شاء الله، وربي رزق هذا الكوبل ببنيتها فقط، وظهر بليك هذا الكوبل ما يقدرش يزيد يجيب دراري. بصح هذا الكوبل حمد الله سبحانه وتعالى وراضيين بقضاء الله، وربي بارك في هذه البنيته، نتمنى لهم يا ربي زين لها السعد وتكون لهم ذريه صالحه. المهم تقول بلي هذه الانسانه تربي في بنتها، ويعني تحب تول دارها، تحب تكون تعيش، يعني بيان سور المراه اميره في بيتها، يعني المراه الزوجه باش تعيش اميره في بيتها لازم البيت هذا يكون جميل، وكل واحد يزين البيت ديالو على حساب مقدوره. هي وجهها يطبق في هذا يعني القانون انها تزين في بيتها، يعني تحب تعيش، تخرج هي والزوج ديالها، يحبوا يسافروا ويحوسوا، تحب تلبس عايشه لا افراط ولا تفريط. لكن جوسكو لا ليستواغ راهي هايله، لكن العائله تاعها المقربون ما خلوهاش تعيش. طبعا المشاكي ديري اقراي للزمان عقوبه، وعلاش راكي تفزدي في الدراهم، وعلاش زدتي بيت لمن طفله وحده تتزوج ومن بعد كنتي تقعدي هكذاك، خبي الدراهم خبي العقوبه. لا اله الا الله. نصائح يعني على بالكم الشيء المحير يعني في ليستواغ، ودائما يعني هاد الشيء حيرني، انه كاين ناس تجي تراي عليك بلا ما تطلبي الراي ديالهم. يعني شوفوا ناس تجي تشوفك راكي عايشه بطريقه معينه، تجي يعني بكل وقاحه تتدخل وتمد رايها ولو كان غير جا راي مليح. لما مخلوقه عايشه مع راجلها متفاهمين، صلاه النبي عليهم، عايشين حياتهم، يعني ياكلوا يشربوا يحوسوا، ربي عطاهم بنيتهم ما يقدروش يزيدوا يجيبوا، معليش راضيين. يجوا ناس مقربين ولا غير مقربين، ماشي هذا هو المشكل، تبدا يعني تدخل الحيله للمراه، اخبي دراهم ما توليش دارك، لمن خمي ديري العقوبه. اليوم ان شاء الله يعني اون بروفيت يعني بيسك لوكازون جات نفهم خواتاتي سي كوا العقوبه. الغافل تاع الصحه اللي يحسب بلي الذهب والدراهم دو كوتي والكنز اللي يكنز يدير العقارات ويدير الدراهم تكوتي هما العقوبه. جامي شفنا ناس عندهم المال وكي ماتوا فقراء. شفنا ناس يا اخي عندهم الدراري، عندهم بسبعه بثمانيه بالرجال، وكي ماتوا دفناهم الجيران ودفنوهم البراويه. اللي تحسب بلي الدراري هما العقوبه، واللي تحسب بلي المال اللي تحرم روحها وتحرم يعني تحرم العائله تاعها، ولا اللي يحرم ما يكرمش عياله ويخبي على اساس العقوبه. انا نقول لكم شنو هي العقوبه. العقوبة اختي هي فعلك. نعرف الناس ما جابوش دراري ربي ما رزقهمش، بصح نهار الجنازة تاعهم تقول جنازة تاع وزير ولا رئيس، هما ما عندهمش دراري، فعلهم. نعرف ناس الله غالب كيما قال الاخر ما كاش قلالين مكسبو، عاش مكسب عاد ما خلى، بصح نهار الجنازة ديالو تقول تاع كاش وزير الخير مدفق. اسكو هاد الانسان اللي كان ليكس اللي جابو نهار داه الليل اسكو كان خب العقوبة؟ العقوبة هي الفعل. سينو ربي سبحانه تجيكم في بالكم باللي كيظلم، يسمى الانسان اللي ما عندوش دراري ما يلقاش شكون يدفنو، واللي عنده دراري يلقى شكون يدفنو. في حسابكم انه ربي يعني اللي ما عندوش العقوبه ديالو وخيمه، واللي عنده وعرف يخبيه هو اللي العقوبه ديالو مليحه؟ سي با لوجيك. هنا نقص في الايمان، انه الواحد لا افراط ولا تفريط.
ماشي مليح التبذير، ماشي مليح البخل، ولا اني نبدا نخمم في العقوبه. العقوبه انا نقول لكم كيفاش نخمم في العقوبه، كاش خير نديروه يقعد يشفع عنا، كاش كلمه طيبه نغرسوها، كاش فعل صالح، يعني فعل صالح يعني كيجي اون بلوس. كاين واجبات بلا مزيتنا يا اخي، كاين حاجات كيما وحده اللي تروح تمد لعجوزتها باغ اكزومبل طيب وتمد لها، يجيب لها ربي يدير في خير كبير، الوغ هو واجبها من واجبها ان تكرم يعني العجوزه ديالها، هي تقول لك انا درت فيها الخير، ولا مثلا يعني تقري وليدها تقول لك انا درت فيها الخير، هذاك الواجب ديالك. يعني هذه امثله بسيطه باش تفهموا برك، يعني وراه لك على بالكم. كاين امور لو كان نرتبوهم في مخنا ونفهموهم نعيشوا اسعد الناس. المال ماشي هو السعاده، يحقق لنا السعاده بصح ماشي هو كلش. الدريه تحقق لنا سعاده بصح ماشي هي السعاده. المال الذهب هذه الحوايج يحقوا نوع من السعاده بصح ماشي السعاده الكامله. السعاده في تقوى الله، انك تخافي ربي في العباد وديري الخير ما استطعتي، كل واحد على حسب مقدوره. هذيك هي العقوبه، ماشي العقوبه اني نحرش الناس. انا الطفله عايشه لاباس بها مع راجلها، نقولها لمن عنده طفله وحده، تخميش انت يا غدوه كون يتزوج عليك وكان نبدا نجبدلها في دي تخيك. يعني سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، اتقوا الله في الناس. اول حاجه جامي نمدوا نصيحه بلا ما يطلبوا منا الناس نصيحه. وفرق ما بين النهي على المنكر، ما تدخلوليش شعبان في رمضان. اننا نشوفوا ناس عايشين بطريقه معينه ومسطرين حياتهم بطريقه معينه، نوضوا بلا ما يشاورونا، نوضوا نرايو عليهم وبتت يعودوا بنيتهم يولوا ماشي بنيتهم، ونكونوا هنا كنا سبه في الاساءه. يعني دي فوا نرتكبوا ذنوب كبار يا اخي، احنا بوغ نو سي ريان، بصح هي عند الله سبحانه وتعالى حاجه كبيره. لو يفو فيغ تري تري اتونسيون. ونقول الاخت اللي طلعت المشكل اللي قالت لي صمتوا عليا كلش مسكينه، خلاص دخلوها في الاكتئاب. خلاص المراه بنيتها عايشه مع الزوج ديالها متفاهمين، يبداو يقولوا لها ديري العقوبه لما كي تعمري في الدار، من علاش زدتي هذيك البيت، الطفله تروحوا تتزوجوا، واش دخلكم؟ حيني اليوم قتلني غدوه، انا نخلي نستنى حتى الغدوه مع باش ولا نعيش ولا نصبح ولا ما نصبحش. حكينا يا اخي، هضرت لكم ديجا على هذوك اللي تشري سيرفيس وتحطوا في لارجونتري، وحياتها كاع هي تسنى الضيف اللي تحطوه له، وهي في حياتها مسكينه ما شربت فيه ولا ما كلات فيه، وما تخليش ولادها والزوج ديالها ياكلوا فيه، باك اوب يجي الاجل تبقى على خير عقبه. يا اخي ما كلات فيه ما شربت فيه ما تمتعت فيه، وهي كان زاتو في لارجونتري. هذا يعني مثال بسيط، وهضرت ديجا في هذا لو سوجي. الوغ اللي حبت دير العقوبه دير الخير ما استطعت، تشد لسانها ما استطعت، وهي واحد باش يشد فمه ماشي حاجه سهله. نجهدوا النفس ومن اديوش برك، ولا قدرنا فوق اننا من اديوش نزيدوا نديروا حاجه تملاح، يبا هذيك هي العقوبه. فعلك هو اللي يدفنك، فعلك هو اللي هو العقوبه تاعك في كبرك. اما يعني باب التبذير هذاك باب واحد اخر يا اخي. الوسطيه في كلش، في كلش الوسطيه ديجا في التعامل، في لي ديبونس، في كل حاجه، لا افراط ولا تفريط، نكونوا وسطيين يا اخي خواتاتي. ان شاء الله يعني هذا لو سوجي لي بالنسبه ليا سي ان سوجي فريمون تري امبورطون. يعني هضرنا على المشكل تاع الاخت، او ميم طون يعني نصحوا بعض المعلومات. كاين الناس اللي عايشين معيشه ضنكه، هي تقول لك يا خدمت على ماليها دارت الخير، وبعد كيجوا الناس يقول لها واش خبيتي حياتك كاع، انت تخدمي واش درتي، كيفاش واش درتي في التوالديه، في التوالديه هما عقوبتي، دعوت الخير، دعوت الخير نتفرش ونتغطى بها، وكل واحد يدبر على روحه. اللي حاسب باللي كل المال ودراهم في الكونت هما اللي يديروا له العقوبه، ايبا يعني هذا مفهوم خاطئ. ونتمنى يعني نتمنى من قلبي شاكا اي ليبغ، يا اخي نقول ونعاود شاكا اي ليبغ دو فيغ سكي فو، مي انا نتمنى انه الميساج ديالي يلحق لقلوبكم، باسكو قلت لكم كاين مفاهيم يعني بسيطه نعرفوها ونعيشوا اسعد الناس مطمئنين. مرحبا ما عطى الله، عندي 10,000 نصرفها، عندي مليون ولا قدرت نخبي منه نخبي، هذه دنيا، واحد يمرض واحد والباقي ناكلو بالصحة ولهنا. أما نقعد نحرم روحي ما نخرج ما نحوس ما نشبح داري ما ندير غير باش نقول العقوبة، يبا ديزولي ماشي هذه هي العقوبة. هذه أخواتي بالنسبة لفيديو تاع اليوم، إن شاء الله تكون نفعتكم. وإلى موضوع واحد آخر اللي إن شاء الله نتطرق لكامل المواضيع، نقول لأخواتي وحبيباتي ونور عيني، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.